السلام عليكم معكم ابو فهد من قناتكم وقناتنا قناة ملاليط ومعاي في هذا الفيديو كل من البشري فهادين والجعده خليفه السلام عليكم شنو هذا الفيديو يا ابو فهد؟ اكيد قريتوه في العنوان هو لعبة ستار وورز اكثر حلو عبك وانت مفتح وشاطر شنو فهد؟ ستار وورز تجربة تفصيلية تجربة تفصيلية كنا قبل شهر وين؟ في استديوهات في ابو ظبي إيه؟ قبل ما ندش ونقول شنو كنا نسوي هناك حاب اقول شكرا يوبي على الثقه وشكرا لمتابعينا على الدعم والثقه لان لو مو الله ثم متابعينا ما وصلنا هذه المرحله اللي شركات كبيره تثق في راينا وتعطينا اللعبه نجربها قبل نزولها السوق حلو حلو هذا شيء كبير ولازم نحافظ عليه ونتطور من خلال دعمكم يا متابعينا حلو 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 شو يدعمونا سبسكرايب شير لايك لايك كومنت ادعي ما راح اقول لك لا، صح ولا لا؟ عموما، كنا قبل شهر هناك كانت لنا تجربة ممتعة وجديدة وثرية وقلنا راينا في هذه اللعبة بشكل أولي، تجربة أولية. هل هذه التجربة الأولية تغيرت مع التجربة التفصيلية؟ للأمانة من أصعب الحلقات أو الفيديوهات اللي أنا أقدمها لكم لأني قاعد أحس نفسي قاعد أكرر اللي بقوله. ايه ما أدري أنا أنا قناعاتي عن هذه اللعبة ثابتة لأني أنا أصلا من عشاق يوبي سوفت. إيه؟ أنا أحب ألعاب يوبي صوفت. في ناس في ناس اي في ناس في ناس بالنسبه لهم ان تكرار ما تكرار ما هذا شانك هذا رايك اما انا ذوقي الشخصي انا احب هذا النوع من الالعاب حلو مع ان اللعبه مختلفه فيها اختلاف كبير وفيها تعديلات مو معناته ما في شيء من قبل مقتبس ولكن بشكل عام اللعبه مختلفه وممتازه وممتعه فننطلق اولا بالايجابيات والسلبيات صح <applause> وراح يكون على طريقه النقاش انا راح اطرح نقطه وهم يسولفون وانا اسولف ما راح تكون تكرار للفيديو السابق اذا انت حاب تشوف الايجابيات بشكل مفصل كايجابيات راح تلقاها بالفيديو اللي في صندوق الوصف <applause> حلو موجود في القناه اما هذه هنا في هذا الفيديو احنا وين يعني مختصر <applause> <applause> اوكي احنا مختصر بالاضافه للنقاش حبي بين الاب واولاده <تصفيق> <تصفيق> حلو معاقبين كنا اوكي المهم خلينا نطلق الايجابيات السلبيات <applause> النقطه الايجابيه الاولى هو ضخامه ميكانيكيه اللعبه اي الاوامر انت تعطيها الشخصيه او تستخدمها عشان تتقدم في اللعبه مثلا التسلل التسلل فهد هذه اول نقطه مم. تقدر تنفذ مهامك عن طريق التسلل وفي مهام تنفذها بتسلل بحت اذا صادوك تلغي وفي مهام انت حر في التنفيذ خليفه عطني نوع تنفيذ مهام تصويب تصويب عن طريق التصويب من بعيد ممكن تدش وياهم كونتاكت حلو وتقدر غير التصويب في عمليه الالتحام الجسدي بوكسات إيه؟ وتفنيش شنو عندنا احنا بعد الباركور 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 استعمال الهوك الهوك الباركور التسلق مثل العاب اساسا مثل العاب انشارتد توم برايدر العاب اغلبها باركور تسلق وقفز هذه اللعبه فيها مراحل ومهام كبيره مبنيه على هذا الشيء وممتعه حلو ممتعه صراحه انزين عندنا تنفيذ مهام عن طريق سبيس شيب إيه؟ تريل بليزر تريل بليزر والسبيدر بعيده عن جو اللعب والالتحامات والستلث انت راح تدش فضاء للامانه من اكثر الالعاب اتقانا للفضاء والغبار الكوني والكويكبات والمذنبات والشمس. راح تستمتع في جو في جو الفضاء إيه؟ اللي عندك حروب تخوضها بالفضاء يقول لك تطقهم وناس حيل إيه تلحق الطيارات عشان تنزل الكوكب يلحقونك مطاردات تاخذ غنائم من من الفضاء صح ولا لا صح عندنا بعد شنو؟ سبيدر 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 اللي هو السيكل مال مال الشخصيه مال إيه. كي اي كي 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 انا كي مفتاح اسميها كي انا مفتاح تفتح كل شيء ما شاء الله عليها. هذه الشخصيه عندها سيكل، هذا السيكل ممتاز جدا يغطي لك المساحات بالاضافه سريع. حق المطاردات سريع حلو وتقدر تستعمل فيه قدره الـ اللي هو اللي تسوي فريز وتختار اعدائك وتصوب عليهم اوكي حلو المهم الفكره تنقلك مسافات في الماب والماب خيالي خيالي حلو الحسميم. تنقلك مسافات داخل الماب تدخلك جو مطاردات حلو ولا لا؟ راح تدخلك كهوف راح في كهوف ما تقدر تدشها الا بسبيدر لانه مجرد ما تقرب منها فيها هواء راح يطردك برا فانت تحتاج تضغط الفول سبيد وتدخلك داخل الكهوف شفتوا الجيم بلايش كبره يعني ما ودي اطلع منها لما اقولها نقطه مهمه انك تستخدم الاشياء اللي حاطين لك اياها في كاستديو مطور ابطول غاز براميل امور تغطيك امور تساعدك في انك تنتج او تنجز مهمتك بالطريقه اللي تيوز لك انت يعني في ناس ما تعرف تنفذ مهام تخفي طيب طيب فكيفك انت حر وحاطين لك حاطين لك براميل في التفجير يقول لك كيفك تبي تفجر شي هذا موجود، تبي تلخش كذي حاطين لك امور تدش وتطلع على كيفك اي ها اي دكات دكات التكييف وكذي كيفك تدش وتطلع فيهم انت حر، فهذا الشيء يساعدك تبدع في عمليه انك تنجز المهمه، هذا الشيء حلو في الجيم بلاي ممتع جدا. الايجابيه الثانيه قصه اللعبه، انا بالنسبه لي شفت القصه ممتعه وحلوه فيها شغلة صغيرة بالنسبة لي ودي أقولها بعدين بس فهد ايش رايك القصة؟ حلو حلو تسلسل الأحداث مالها حلو إيه؟ إن هي رايحة بعدين فجأة يصير معاها ما, ب... بحق. بحق. ما... أنا ما أبي أحرق أنا ترى بتعمد راحت بعدين صار معاها إيه؟ بعدين هي توهقت طاحت بمجموعة ما تدري شنو صايرين عموما فحلو جدا والممتع في القصه ان انت كلاعب مو القصه تسحبك يعني مو القصه هي ثابته وانت تتحرك عليها قراراتك تلعب دور كبير في سير القصة وسير حتى المهام اللي انت تنفذها يعني أنت مرات يحطون لك كلام تتقي من الكلام حلو يعني انت عندك اختيار في عملية قبول او او الرفض اللي إيه؟ طفت في عصابات وعلاقات. في عصابات وفي علاقات بينكم اللي هو الباد والبور, والبور والجود Excellent. والاكسلنت حلو إيه؟ هذه العلاقات ضروري انك توازن بينها لانه ممكن لما تكون علاقتك سيئه مع فئه معينه بتروح تنفذ مهمه راح تلقى المكان فل شرطه حاطين لك دنيه من عصابه مش دي ايه عصابتهم هم إيه إيه؟ تارسين لك المكان تراس وقاعدين لك قاعده حلو <applause> آه، آه، بس لو كان فاهم جود تدخل تنفذ المهمه واذا كان اكسلنت يدخلونك حتى الاماكن محظور. المحظوره الاماكن المحظوره قد تدش فانت لازم توازن في عمليه اختيارك خلينا نقول سير القصه لا مم. تكون مايل ميله كبيره وتوهق لا خليك متوازن عشان تعرف تنفذ مهامك بسهوله ما تدش في مرحله التنفيذ الصعب هو المستحيل في بعض الاحيان فالقصه شنو ميزتها؟ أنها حلوه وبسيطه وسلسه حلو وانت لك دور في بنائها الشيء اللي انا اشوفه صراحه هو مو سلبي بس اتمنى اشوفه بشكل اكبر. إيه؟ هي كي إيه؟, إيه؟ حطوا شوي عن امها. إيه؟ بعدين راح تلعب مده طويله ما تشوف امها. انا ودي اعرف الشخصيه اكثر ما مخل... ما مخل... مخل... انا مخل... آه... آه... اوكي انا الحين اخذت اللعبه اكيد بس انا اني لعبت ودا طويله وللحين هذه الشخصيه بالنسبه لي ابي اعرف اكثر مجهوله مو مجهوله عرفت شنو قصتها في البدايه بس ابي اعرف اكثر لازم تعطيني فلاش باك فلاش باك عشان انا اتعلق في البطل يعني في النهايه البطل مهم اتعلق فيه عشان اقدر احب اللعبه اكثر صار لا <applause> حلو فهذا بالنسبه لي كنت اتمنى اشوف اكثر تاريخها عشان اقدر كفلاش باكات اعرف هذه شنو صح ولا لا؟ انا احس شوي عادي بس اي انا بالنسبه لي هذه هذه وجهه نظري عموما هذه الايجابيه الثانيه نروح حق الثالثه الايجابيه الثالثه التحكم سهل بسيط ويعلمونك كل شيء إيه؟ بس عليك شنو تتعود عليه وتعرف الوزنيه إيه وزنيه النقزه النقزه أني... تعرف الوزنيه تعرف معيار القفزه عشان ساعات يصير في باركور إيه؟ فتقفز من مكان لمكان وانت اوبا ناقز ولا طايح عرفت؟ إيه؟ فلازم تعرف الوزنيه، تعرف لا ما صير دفش بسرعه تتعود يعني انت كذا راح تتعود لكن هذا اللي تحتاجه تعرف الوزنيه وهذا مع التعود يعني مو تمسك كنترول تقول لا اللعبه وايد سريع لا هي وزنيه لازم تتعلم عليها. كل لعبه وايد. إيه؟ وايد العاب فيها وزنيه لازم تتعلم عليها فالتحكم سهل بسيط سلس الايجابيه الرابعه عن شنو؟ الحوارات <applause> الحوارات الرئيسيه اداء الصوتي والتمثيلي إيه؟ انا اشوف ان الحوارات الرئيسيه ممتازه جدا وحتى الاصوات وكذي احسها تعبر عن الشخصيات يعني انت معلم اصواتهم طريقه حواراتهم ممتاز جدا حواراتهم لكن الحوارات الجانبيه مو بجوده الرئيس وهذا عادي اصلا كل الالعاب الحوارات الرئيسيه افضل من الجانبيه بس كحوارات رئيسية وأداء تمثيلي تعابير وجوههم خصوصا كي والشخصيات اللي تشوفهم بشر يعني واضحة ملامحهم أما الكائنات ما هذا <applause> <applause> عالم ستار وورز وارد يكون هذا الشيء موجود لكن كأداء صوتي وتمثيلي أيضا ممتاز وقلنا هالكلام أيضا صح لا؟ حلو <applause> <applause> النقطة الإيجابية الخامسة هي الخلفية الموسيقية والمؤثرات الصوتية عشان تعرف الجودة مالت الموسيقى هي موسيقى عالم ستار وورز يعني راح تحس أن أنت في هذا العالم بالضبط. المؤثرات الصوتيه موجوده الرمي تيو تيو مسدسات وشي م. اصواتهم حس كل شيء موجود صح ولا لا صح عشان تعرف اهميه هذه الموسيقى والخلفيه الموسيقيه الموجوده انت لما تنفذ مهمه تسلل إيه؟ تنفذها تحس ان الموسيقى صج تسلل ما تبي احد يسمعك عرفت الايحاءات هذه الموسيقى تخليك تعيش اول الجلد. ما تطلق دن 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 اول ما يصيدونك تتحول الموسيقى اكشن سريعه تعيشك رتم السرعه اللي تحتاجه عشان تعيش الحاله اللي انت قاعد تعيشها إيه؟ في اللعبه ففعلا مؤثره ومتقنه في هذه اللعبه. بالضبط الايجابيه السادسه اني ما لاحظت شيء في اجنده او شيء لا اخلاقي للامانه إيه؟ 15 ساعه لعبت ما لاحظت شيء ما ادري شنو قدام يصير لكن مبدئيا ماكو شيء فانا لما قاعد اعطي الاولاد عقب ما اخلص مرحله معينه شيء خليهم يجربون ضامن انه ماكو شيء. ترى في نقطه ايجابيه مهمه جدا راح اقولها اخر شيء وهذه يعني انا مهمه بالنسبه لي راح اسالكم سؤال هو اللي راح يقيم هذه اللعبه بالنسبه لي بشكل حقيقي مو الحين اخر شيء الايجابيه السابعه الرسوم والتصاميم ممتازه ما عليها كلام ولكن للاسف الجوده ما كانت بذاك الشيء يعني انا وجهه نظري هذه انا اعتقد انا اعتقد ان الجوده كانت المفروض تكون افضل اعتقد هي افضل افضل من تجربتنا هناك لان هناك كنا نلعب على 2 2K على ال 1 كي بعد احنا قاعدين بنسخه هي نفسها نسخه اللي بتنزل وراح ينزل ابديت اول ما تنزل فممكن تتعدل ممكن احنا ما ندري ممكن ممكن تعدل لكن للامانه الجوده ما هي ذاك الجوده بالضبط. يعني تحس في البكسل ساعات في اماكن في البحر في بكسلز واضحه الماي حلو الرفلكت ماله انعكاسات حلو لكن الماي لما يطق في الصخر تحسه بكسلز ينطشر اي يعني في امور تحتاج على نظر ممكن يعدلونها امر وارد لان في ابديت حسب ما الخبر اللي وصلنا عدل ابديت كبير حق اللعبه جاي في اول الايام وهذا اغلبيه الالعاب يحصل مع هذا الشيء لكن التصاميم والرسوم خيالية. العالم خيالي راح تمرون على اشياء خياليه راح تحسون انكم عايشين في عالم ستار وورز لعبنا وايد العاب ستار وورز من قبل ما اعطتني هذه الرؤيه خاصه خص... داخل داخل السوق حلو حلو يعني ما اعطتني هذا الشيء لكن هذه اللعبه ورتني عالم ستار وورز إيه؟ عموما ترى انا بالنسبه لي يوبي شوف أقول لكم ان انتم مبدعين في تجسيد الاشياء إيه؟ يعني لي رحنا حق افاتار انتم بدعتوا في افاتار بالضبط ك... حيل حيل كتصاميم إيه؟ ك... كتصاميم في العالم وطريقه طرح العالم في افاتار بدعته اسسنت في جميع الاجزاء انتم جسدتوا هذه المراحل في التاريخ بشكل ممتاز، جينا اليوم حق ستار وورز كتجسيد وكرسوم فعلا عيشت بتفاصيل ستار وورز، صح صح أيوه. فانتم هذا للامانه ما في احد ينافسكم فيه، تجسيد المرحله او تجسيد الروايه او الفانتازيا بشكلها السليم عندكم موجود. سؤال الحلقة هو طلب صغير شنو هو؟ تكتب في الانستغرام أو في تويتر اللي هو منصة اكس تحت حلقة اللعبة نفسها يعني راح ننزل بوست اللعبة تكتب تحتها منشن حق منو؟ حق يوبي شفت العربية ويبي شفت العادية عدل اللي هي الأم تكتب لهم شنو؟ شيء بسيط رايك في اللي احنا سويناه اذا فعلا اللعبه عجبتك قول اللعبه عجبتني وحبيتها ما عجبتك اكتب لي أنت حابه بس منشنهم واذا كنت انا سبب في اعجابك في اللعبه فاكتب لنا بلالي مراجعتهم كانت سبب في ان انا حبيت هذه اللعبه حلو حلو مو صعب جدا وشنو الجائزه شنو ثلاث نسخ احنا من شيء ما في في احنا من كذي لا ما في يلا ماني حاب اطول عليكم وايد صراحه بس عندي نقطه بذكرها هي سلبيه ولازم اقولها لازم اقولها يوبي ليش ما حطيته لغه عربيه هذا لازم احنا عرب يعني لو سمحتوا حاولوا تقدرون موقفنا اوكي احنا نعرف انجليزي غيرنا ما يعرفون انجليزي سألنا. صح لا واللعبه فيها حوارات وايد كنت اتمنى اشوف هذه اللعبه باللغه العربيه هذه نوت سجلوها عندكم لعبة مثل هذه تنزلها لغة عربية مهمة عرب لانجوج بليز بليز خاصة جزء ميراج بدعته باللغة يعني الميراج الدبلجة أحلى من ال ما تلعب اللغة. ما تلعب ما تلعب العربي أوكي خلها إنجليزي بس عطني ترجمة كنت أتمنى أشوفها بترجمة للأمانة الترجمة كانت تفرق معاي أكثر كانت تودي اللعبة ستيب آخر بالنسبة لي هي الممتازة وتخليها ممتازة الممتازة زين بس يعني لازم اقول هذا الشيء لان هذا الشيء مهم بالنسبه لنا لان احنا قاعد ندفع قيمه اللعبه احنا قاعد نسوق حق اللعبه الناس تبي لغه عربيه يعني في فايد ناس مثل ما يعرف يروح جوجل ما فهم من جوجل يروح يسال الناس لو سمحتوا العابكم فظيعه لا تحرمونا منها وسب اللغه في ناس ما تقدر تلعبها وسب اللغه العربيه إيه؟ فاللغه العربيه امر مهم الحين وصلنا حق السؤال اللي بالنسبه لي انا كاب وكصانع محتوى فهد وخليفة اللعبة عجبتك حيل حيل عجبتك لا تجاملني عجبتك حتى هناك استانست انا الثلاث ساعات اعطوني اياه الحين, الحين الحين الحين, الحين, لما اعطيتك اياه اليوم وامس استانستوا حسيتوا ان اللعبه ممتعه حلوه اعطيتك جو صار صح لا؟ اللعبه ناجحه انا اقول لك اللعبه حلو. ناجحه هذا الجيل صعب هذا الجيل مو شيء يدش مخه والله العظيم اني ما جامل انا اعاني مع اولادي في اني اعطيهم لعبه بس لما القى لعبه يحبونها وتوفر لهم نظام الشوتينج ونظام الباركود توفر لهم كل شيء يحبونه بلعبه واحده صدقني بنات اللعبه حابينها لما يوني يقولوا لي يلا بنلعب يبا يلا قعدت اللعبه موجوده بالجهاز اللي عندي بالدار، فيبا يلا قعدت ابي العب، فانا كنت بسالكم هالسؤال أنا لاحظت في اقبال منكم على اللعبه، حلو؟ حتى لو مقدم تشوف ابوي يلعب، حتى لو حرق اللعبه حلو تشوف شي عادي حلو، يبي العالم، يبون يتعلمون حركات تشفط السبيدر والدنيا، <applause> اللعبه ممتعه وانا هذا السؤال بالنسبه لي اللعبه ناجحه، يعني اذا اللعبه كانت موائمه ومناسبه لهم وحابينها فهذه اللعبه ناجحه اني اوفرها لهم. خصوصا في ظل الالعاب اللي يمكن ما تلعب هالايام. بكذي خلصنا ايجابيات ما في سلبيات ذكرنا سلبيات واحنا على الطياري. تنتين من واحده. حلو اللعبه عموما السلبيات غير مؤثره على جو اللعبه، اللعبه ممتعه لما تمشي الكنترولر اللعبه راح تسحبك. ايجابيات تغطي على الهاتف هذا. ايجابيات راح تغطي صحيح. اتمنى ان كانت الايجابيات والامور ذكرناها مهمه لكم تقدرون من خلالها من خلال الفيديو اللي قاعد تشوفونه معاي وانا عارضه لكم تكونون قناعاتكم، حلو؟ الحين وين نروح؟ التقييم. التقييم، يلا معاي. وصلنا حق الفقرة الأهم وهي فقرة التقييم، عندنا محاور التقييم كالآتي: الأداء الصوتي والتمثيلي من درجة، المؤثرات الصوتية والخلفية الموسيقية من درجة، الشخصية وتطويرها من درجة، التصاميم والرسوم والجودة أو الوضوح من درجتين، القصة من درجتين، والتحكم ونظام اللعب من ثلاث درجات، المجموع عشر درجات، ونبلش مع الجعدة ونشوف شنو عطى اللعبة. يا الجعدة الأداء الصوتي والتمثيلي من درجة، المؤثرات الصوتية والخلفية الموسيقية من درجة، الشخصية وتطويرها من درجة. واحد التصاميم والرسوم والوضوح من درجتين واحد ونص واحد ونص ال... عبديت عبديت. ان شاء الله القصه من درجتين اثنين اثنين حلو التحكم ونظام اللعب من ثلاث درجات ثلاث ونص. حلو مجموع كامل تسعه ونص تسعه ونص شوف البكري فادي يا البكري الاداء الصوتي والتمثيلي من درجه واحد واحد المؤثرات الصوتيه والخلفيه الموسيقيه من درجه واحد حلو الشخصية وتطويرها واحد سهل حيل التصاميم والرسوم والوضوح من درجتين واحد ونص واحد ونص طبعا اكيد هم انت بتقول نفس الكلام اللي ايه ايه قاله <applause> ان شاء الله يعدلون بالابديت ان شاء الله اتمنى هذا الشيء القصة من درجتين اثنين اثنين عجبتك القصة وايد؟ ايه حلوة يعني حلو حلو, حلو. حبة تسلسل الاحداث ايه وحرامية وشي اوكي ايه. التحكم ونظام اللعب من ثلاث درجات ثلاثة مجموعك تسعة ونص تسعة ونص بالنسبة لي الأداء الصوتي والتمثيل أعطيتها واحد من واحد المؤثرات الصوتية والخلفية الموسيقية أيضا واحد من واحد الشخصية وتطويرها واحد من واحد بعد التصاميم والرسوم والوضوح أعطيتها واحد وربع من اثنين القصة أعطيتها واحد وثلاثة أرباع من اثنين نزلت القصة لأن قلت أن حبيت أتعمق أكثر في شخصية كي ولكن للأسف ما حصل هذا الشيء إن شاء الله يعني يكون في الامام في اشياء اشوفها اكثر عنها لكن حبيت في بدايه اللعبه انا، عموما ما بيخوض في الموضوع اكثر، التحكم ونظام اللعبه اعطيتها ثلاثه من ثلاثه بيصير مجموعي تسعه من عشره، تلاحظون تسعه ونص تسعه ونص تسعه متقاربين من بعض وهذا شيء ممتاز كلنا حبينا اللعبه وهذا الامر مهم، شكرا Ubisoft مره ثانيه على اتاحه الفرصه ونتمنى بعد نكون معاكم في تجربه اساسن شادوز اللي صراحه انا منتظرها انا من عشاق اساسن واتوقع وأت اني راح استمتع خصوصا راح نتكلم عن اليابان وعن النينجا وعن الساموراي يعني راح تكون امور ممتعه ان شاء الله نكون معاكم فيها بكذا يكون خلاصنا لا تنسون الدعم باللايك والشير والسبسكرايب نشوفكم على خير ومان فمان الله السلام عليكم